صباح الخير مشاهدينا، اليوم الأربعاء 25 كانون الأول 2013، حلقة جديدة من برنامج الحدث بتطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد. في هذا اليوم الميلادي المجيد يسعدني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، عضو الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من أذار والصحافي والكاتب السياسي استاذ علي حمادة. أهلا وسهلا فيك استاذ علي. صباح الخير، كل عام مجيد. وكل عام وانتم بخير، وميلاد مجيد للجميع، لكل اللبنانيين خاصة المسيحيين في لبنان وفي الخارج أيضا. كل التحية وكل التمنيات بأن يكون فعلا هذا الميلاد ميلاد مجيد على اللبنانيين عموما، على المسيحيين في هذه المنطقة الذين وعلى المسلمين حالتهم كمان بالويل، مش جزء من هذا نسيج هذه المنطقة. برحب فيك في هذه الحلقة استاذ علي. هناك الكثير من الملفات، بدءا من كلمة البطريرك الراعي الآن الذي تحدث فيها عن الحقيقة، عن معاني الحقيقة اليوم، عن عدد من السياسيين الذين يجافون حقيقة، موقف رئيس الجمهورية من الصرح البطريركي بعيد خلوته مع البطريرك الراعي منذ حوالي النصف ساعة، تأكيده على ضرورة إجراء الاستحقاقات في مواعيد من تشكيل الحكومة إلى انتخاب رئيس الجمهورية أيضا، وأيضا مشاركة النائب وليد جنبلاط في احتفالات بكركي، هو لم يشارك في القداس وإنما أتى للتهنئة لتهنئة البطريرك، إضافة إلى ملفات أخرى من في الداخل اللبناني، من الحكومة، من رئاسة الجمهورية، من الواقع الأمن المأزوم. 2014 نطرتنا، مش هي زي 2013 ولا في شيء زيادة؟ مكمل. على كل حال رح نبحث بكل هذه الملفات مع حضرتك، بس اسمح لي قبل ما نبتدي حوارنا كلارا جحا وجولة سريعة مع أبرز الأخبار في موجز سريع لآخر التطورات، نبدأ بعده مباشرة هذا الحوار. شكرا كلارا، عودي لك استاذ علي في هذه الحلقة. اليوم يوم عيد الميلاد، إن شاء الله هيك الحلقة تكون خفيفة مثل ميلاد سيدنا المسيح الذي أضاء نورا على هذه البشرية، ونور السلام هذا أهم شيء إن شاء الله يكون. يعني إن شاء الله ليك، كنا عم نحكي من هيك تنحكي للمشاهدين امبارح، كنا بحديث مع بعض الأصدقاء، الكل متخوف رغم كل شيء، خلينا نقول ببارق شوية أمل رغم كل شيء. الحمد لله عندما نرى ما يحيطنا، ما يحيط بنا من أهوال، إن كان بسوريا بالعراق وبغيره وحتى اليوم بارح بغزة، بنقول الحمد لله اللي مش أكتر. هذا شيء ليس بالجيد أن نقول ذلك، نحن لازم نطلع على الأحسن. صحيح، لكن بس بالمحيط اللي نحن بالمحيط فيه نحن أحسن من غيرنا، نحن أقل ضررا، الضرر واقع على الاقتصاد، واقع على الوضع العام، واقع على الأمن، واقع على الأمن بشكل محدود. نعم. يعني خلينا نقول الأمور كما هي. يعني اليوم أنت بتعرف يا أستاذ مالك، ما بيمضى نهار بالعراق ما في 300-400 قتيل، ما بيكون نهار طبيعي. صحيح. بالعراق. صحيح. طبعا سوريا مجزرة، يعني مجزرة قائمة منذ 3 أعوام، وبالتالي منقول الحمد لله اللي مش أكتر، ومن هون لازم يكون في وعي. شفنا مصر وين صارت كمان، وأهم شيء، ومصر كمان يعني وضع سيء جدا. صحيح. وليس بالجيد، وليبيا وغيرها. نحن أهم شيء أن مش خلافاتنا السياسية بتضل مثل ما هي، مش مشكلة، لكن أن نضع دائما حد فاصل بين خلافاتنا السياسية والاحتكام إلى العنف، لأنه العنف يدمر البلد ويدمره على رأسنا جميعا. أهم شيء موضوع العنف ما حدا يفوت فيه، لا اللي عم بيشكي من العنف ولا اللي عم بيتشكى أيضا منه، ولا اللي بيعتبر أنه هو أقوى، ولا اللي بيعتبر أنه هو أضعف وبده ينتقم من الأقوى. نعم. يعني هذه رسالة فعلا موجهة للجميع. على كل حال، على أمل أنه هذه الرسائل أو هذا السلام يحل بردا وسلاما على لبنان، هذا السلام في 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 ولادة السيد المسيح. بدي أدخل بعمق السياسة اللبنانية، رح نفصل موضوع الأمن ورح نفصل غير موضوع الميلادية. السياسة والاقتصاد ما بعرف إذا بعد إلى ميلاد جديد بقى لهالوضع في لبنان، إذا في إله بارقة أمل وميلاد جديد. نعم. بس على الأقل اليوم بالسياسة كان في موقف لرئيس الجمهورية صباحا من الصرح البطريركي، موقف نوعا ما كان كتير واضح. الرئيس البطريرك الراعي تحدث بلغة ميلادية أكثر من الـ من الـ من الرئيس سليمان. اليوم يقول رئيس الجمهورية يجب، يعني خط أحمر 25 أذار، يجب إجراء الاستحقاقات النيابية في موعدها، يجب تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن ليتسنى لها الوقت الكافي لنيل الثقة لتنتخب رئيس جمهورية في المهلة المحددة. في أمل؟ ليك الأمل
انطباعي الشخصي من متابعتي كمتابع أنه تشكيل حكومة ستحصل، سيتم تشكيل حكومة برضا أو بعدم رضا الأطراف، وبتقديري أنه مش بس رح يكون في فريق حزب الله ومحيطه مستائين من هذه الحكومة، ربما حتى 14 آذار ستكون مستاءة، ربما من التسميات من الصيغة التي سوف تعتمد. هيدا رئيس جمهورية واضح أنه ما رح يترك فراغ وراه، ما رح يترك فراغ بالرغم من كل الاجتهادات اللي بلشنا يصير في تحضير لها، بلشها الرئيس نبيه بري ويستمر فيها ويواصلها نواب حزب الله، أنه حكومة لا تنال الثقة، لا تستطيع أن تولي الفراغ، تستلم صلاحيات الرئيس، وربما يمكن النائب وليد جملاط كمان يلاقيهم بمنتصف الطريق بالقول بأنه هذه الحكومة يمكنها أن تستمر بتصريف الأعمال كونها حكومة ما بعد الطائف وليس حكومة مرتبطة برئيس جمهورية. هذا رئيس جمهورية مش رح يترك فراغ. هذا انطباعي، هذا انطباع الكثيرين، قد أخطئ قد أصيب. يقول مجد العربي على تويتر بيسألك سؤال، أنه لماذا لا يؤلف الرئيس الحكومة الآن كي يتبقى وقت كافي لعرضه على المجلس لنال الثقة؟ لما الانتظار 9 أشهر؟ أولاً يعني رئيس جمهورية واضح أنه يريد أن يستكمل كل الإجراءات وكل إذا بدك المحاولات مع الأطراف التي تعرقل قيام هذه الحكومة. إذا حطينا حالنا بالنص، طرفين بيعرقلوا لكن بنسب مختلفة. الطرف الأول الذي خلينا نقول الطرف الأول هو قوى 14 أذار التي تقول، وأنا مؤمن بقولها أنه معها، بس بكل الأحوال إذا بدنا نحكي كمراقبين بيعتبروا أنه حكومة حيادية هي الحل الأفضل، ومش عم بيتراجعوا عن هذا الرأي. بالمقابل هناك حزب الله الذي يرتاح للصيغة القائمة، الصيغة القائمة هذه بتريحوا حكومة تصريف أعماله ومسيطر عليها، بس هو ما عنده مشكل بال996. لا، ما عم بقول لك مرتاح محل ما هو، البلد بإيده، المؤسسات بإيده، وقد ما تحكي أنه في وسطيين، وسطيين ما إلهم وزن حد قوة حزب الله داخل الحكومة وداخل المؤسسات، مع احترامنا للوسطيين. بالمقابل إذا راح على 996 بيرجع بيجدد شباب الصيغة اللي قائمت ما بعد 2008، يعني ما بعد أيار 2008، اللي هي عمليا يعتبرها الفريق الأول يعتبرها بأنها تجويف للطائف، لأنها خلقت عرف جديد اللي هو غير موجود في الحكومة، اللي هو قصة الثلث المعطل، موضوع الثلاثية المقاومة، يعني هلا ما وصلنا بعد لهي النقطة، بعدنا عم نحكي بالتوزيع الأرقام، ما هو بال 996 هذيك معضلة أخرى بعدين. ما هو شو؟ إذا قبلت بأول وحدة بيطرحوا لك الثاني، قبلت بالثاني بالأولى والثاني بيطرحوا لك قصة عدم المداورة، إنه نحن خط أحمر لنا الاتصالات، خط أحمر لنا وزارة الطاقة، الخط أحمر كذا، خط أحمر كذا، ما فيك تشكل. أنا بتقديري إذا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، الرئيس المكلف، ما هن استجمعوا شجاعتهم بخارج 14 وخارج 8 وفرضوا صيغة وزتوها بوجه كل الأطراف السياسيين وتوجهوا إلى الشعب اللبناني، ما رح نظهر من هالموضوع. بس اليوم ونحن بلا حكومة وبلا رئيس وبلا مجلس. هكذا حكومة رح أوصل لقصة المجلس والرئيس، بس هكذا حكومة قد يكون على الأقل نص الطبقة السياسية غير راضية عنا. عم تقول حضرتك أنه يمكن ما تاخد ثقة، بس أنه على الأقل تتسلم صلاحيات في المرحلة المقبلة. هي قانونا دستورا تصبح هي الحكومة القائمة حكومة تصريف أعمال. تماماً. بس ما هون القصة، ماذا تفرق؟ شو بتفرق عن الحكومة الحالية إذا؟ بتفرق كتير. بتفرق أولا أنك أنت بتخلص من صيغة الحكومة اللون الواحد. على فكرة ما بس بهيك حالة الفريق الآخر رح يقول حكومة لا، الفريق لون الآخر واحد. الفريق الآخر يعني ما رح تكون فرقت، رح تكون قلبت الأدوار. لا، لأنه الصيغة الحالية هي حزب الله وحلفائه هن موجودين داخل الحكومة ومسكينة من جوا. الصيغة المطروحة بالمقابل اللي عم ينقال يا خيي نحن برا وانتو برا، وخلي يجي ناس محايدين رئيس جمهورية بنقيهم، بنقي واحد واحد، بتنقوا من كبار شخصيات اللبنانية اللي عمليا ما فيك تقول انه هذه شخصية تابعة لهذا الفريق وتابعة لهذا الفريق.
في فرق كبير بين انه يكون النواب من كتلة. فيك تعطيني مثل؟ راح اعطيك مثل. إيه؟ في 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 الدكتور مروي طبعا الجامعه الامريكيه. أوكي. في الدكتور فيليب سالم. أوكي. في 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 مجموعه كبيره. الوزير حسن السابع مثلا؟ لا ما ضروري حسن سبع. مين قال؟ لا انا عم بحكي انه كنموذج، لانه وقتها قلنا تجربه. انا ما عندي اسماء صراحة. لا بس انا ما بدي فوت بلعبه الاسماء، بس انا عم حاول وصل لك انه كان قلنا تجربه بحكومه حياديه او تجربه أيها حكومه. لا ما كانت حياديه. ايها حكومه الرئيس نجيب ميقاتي الاولى عام 2005. ايه ما طلعت باطار حكومه حياديه. إيه تحضر للانتخابات وتؤسس للمحكمه الدوليه. ايه شو كان هذه؟ اشتغلت ما عملت ولا اشتغلت غلطه مع شغلة. حدا مزبوط، بس طلعت حياديه. بشو؟ في اسماء طلع فيها حياديه. اولا اشتغلت ولا غلطه. مش عم اقول انا ما اشتغلت، انا عم اقول هي يعني لو يلي لو الوحيد اللي قدرت تعمل انتخابات بوقتها. ليك لو الاستاذ نجيب ميقاتي بقي على رصيد هذه الحكومه. إيه؟ وحياتك هو ما في غيره بيجي على حكومه ملء الفراغ بلبنان. بس على كل اللي بدي. بس ما خليتني كمل. بوقتها فهمت عليك. كانت حكومه حياديه. إيه كانت حياديه. حسن السابع الوزير، حسن السابع الوزير، خالد قباني حياديين. خالد قباني بدي خبرك شغلي، الاستاذ خالد قباني صحيح مع انه مع كامل التقدير والمحبه لشخصيته. شخصيته. لا لا انا مش عم مش عم دق بالشخصيه. رح اعطيك مثل عن ومن النماذج المميزه بالدوله اللبنانيه. عن الوزراء اللي حكيت عنهم. خلينا نقول نبلش بالاستاذ خالد قباني. الاستاذ خالد قباني اللي حطوه على حساب 14 أزار وعلى حساب تيار المستقبل، يعني بخانة هولي. بتعرف انه كل فترة توالي للوزارات اللي تعاقبها اللي استلمها، كانت الشكوى عليه تجي من فريقنا مش من فريق الاخر. انا مش عم شكك عملك، مش عم شكك بنزاهته، مش عم شكك بنزاهته وبقدره لدكتور قباني. لا لا لا، دكتور قباني شخص مميز جدا بتوازنه. إيه انا مش عم بتوازنه اللي نحن بنتشكى، بس شخصيه حياديه نحن تشكينا منه. رح وصلك اكثر من هيك. الوزير عداد السيد حسين. ايه شو بيه؟ طب ما كل النماذج الحياديه إيه بلبنان ما حدا بيرضى عنه. لحظة. يعني لا الوزير لحظة حسن السبع الفريق لحظة الاخر رضيان عنه، ولا الوزير عدنان السيد حسين انتم رضيانين عنه. لا اولا 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 عدنان السيد حسين هو الوزير الملكي اللي سقط الحكومه لحساب حزب الله، موضوع اخر هذا. وعينوه مكافاه على ذلك، عينوه بالمنصب اللي هو موجود فيه. مش هذا الموضوع. انا عم بقول لك فيك تلاقي 24 اسم فعلا ما لهم علاقه في لبنان. يعني 24 اكيد في ميات الاسامي والمحترمه والشخصيات العلميه وشخصيات الكفاءه والشخصيه دخلك. شخص مثل عدنان قصار وين بتحطه؟ عند مين؟ هيدا شخصيه سنيه من كبريات الشخصيات بالبلد التاريخيه بالبلد. اذا بيكون بحكومه ما بيعطيها تقل. عم بعطي مثل في وليد الدعوق مش بعيد صهره. لا في فرق. وليد الدعوق هو شخص من فريق الرئيس نجيب ميقاتي. صهره موضوع تاني، هذا موضوع عائلي. عدنان القصار شخصية تاريخية بالبلد. ما بفيك تحط فلان وفلان وفلان. وزير محمد الصفدي شو؟ وين بتحطه؟ لا الوزير محمد الصفدي بيطلع مع الجروب اللي ظاهر، ما له دخل بالموضوع. هلا نحن عم تفوت بالاسامي. انا ما عندي اسامي. المهم في 24 اسم يتامن وحيادي، في مئات الاسامي عشرات الاسامي. لن تكون حكومه مشابهه على الاقل في التجربه بحكومه الرئيس نجيب ميقاتي بانها متهمه بانها في شخصيات طرف. في شخصيات علميه ذات قدر، في شخصيات ثقافيه ذات قدر، في شخصيات اقتصادية ذات قدر ومحترمة وبتوحي بالثقة للخارج وللداخل وبتروق البلد. هذه الشخصية، هي صيغة. هي صيغة مرفوضة. شو قادرة تعمل؟ شو قادرة تعمل؟ هيدي صيغة. إذا صفيت النيات من الجهتين هيدي قادرة تعمل على القليل تمرق المرحلة عبالة ما نستكمل الاستحقاقات الدستورية. إذا لم تصفوا النوايا عند طرف من الطرفين، طب نقول الطرفين، ما في حدا بالعالم بيقدر يشكل حكومه تمشي بالعالم. يعني لوين رايحين نحن؟ يعني بصريح يعني العباره عم نحكي عن نوايا حسنه. يعني بس اليوم النوايا حسنه الصيغه انت عم بتقلي. لا بس نحن ضيعنا السؤال. سؤالك انه شو الفرق بين الحكومه الحاليه وحكومه حياديه؟ قلت لي انه حكومه حياديه. هيدي الحكومه فيها حزب الله بقواه و8 أزار بقواها وموجودين حزبيا موجودين. نحن عم نقول ما حدا يفوت، نحن وياكم نقعد برا، بنروح على طاوله حوار. رح يتشكك فيها يا استاذ علي. يا اخي نحن هذا مقترح. نحن مش نحن اللي عم نشكل، ومش رح نشكل. في رئيس جمهوريه وفي رئيس حكومه مكلف اني بيشكلوا. نحن ما لنا دخل بالتشكيل.
حزب الله بده ما بده هذا موضوع راجع له، حزب الله بده صيغة يستمر فيها ممسك بالمؤسسات وممسك بمجموعة من الوزارات التي يريدها، ولديه شرعية من اللبنانيين بموضوع الثلاثية المقدسة التي لن يقبل بها فريقنا. يعني حتى لو جينا نحن وياه لحزب الله على صيغة 996، حتى لو مشينا معه ل 996 ما بنعطيه ثلاثية، ما بنفوت معه جيش شعب مقاومة، مستحيل محسوبة، مستحيل ما بنعطيه شرعية لسلاحه، بنعتبر انه سلاحه هو سلاح ميليشيا وسلاحه انتهى، ومقاومة ما في مقاومة نحن بعرفنا، وبالتالي بترجع بتفرض ما فيك تشكل حكومة بكل الأحوال. خلص مشينا بالتانية، نوصل على التالتي على قصة الحقائب الوزارية، مش رح نقبل حزب الله يرجع يكمل ببعض الوزارات الحياتية الأساسية الأمنية بالبلد. شو معه؟ عنده الطاقة مع حزب الله مع التيار الوطني الحر. تسلم لي، معلش عم نحكي جد، وعندك حد الطاقة يا أستاذ مالك، عم نحكي عن الاتصالات اللي هي أخطر وزارة موجودة بلبنان. وهذه الوزارة التي منذ 7 أيار تمكن من بعد ما وضع يده عليها بشكل غير مباشر حزب الله، تمكن من مد شبكة اتصالاته لحديت عكار والأرز وبشري ولحديت المتن الأعلى ولحديت جوني. كانت ممدودة لا ما كانت ممدودة. كيف ما كانت ممدودة؟ وكان قبل 7 ايار مش كان مشروع انه تشيلوا هيدي الشبكه ب 7 ايار ايه، وصار 5 ايار وصار المشكل، يعني الشبكه موجوده كانت، لا كانت عم بتبلش تمتد على بيروت وما بيروت، وجربوا يوقفوا بوجهها، ما هي صارت هي موجوده ببيروت، هي المشكل امتدادها ابعد لصوب البقاع ولصوب جبال، المشكل وصلت على طرابلس، وصلت على صغرسه، بس ما كانت موجوده يا حي بالبترول، ما كانت موجوده، تستني كانت بنص لبنان بعد ما اخذوها كلها، انه قبلتوا بالنص بتقبلوا بنص لبنان، ما عملنا مشكلة على النص، عملتوا مشكلة، والغلط الكبير انه 14 اذار قوى 14 اذار مع احترامي لها استسلمت امام حزب الله في تلك المرحلة. شو كنت قادرة تعمل يوما؟ كان لازم تقبل، بترفض شو تقبل؟ خلي حزب الله بالشارع، خلي الميليشيات بالشارع، خلي السلاح بالشارع، وخلي الاقواس داير، شو بيعمل حزب الله؟ شو بياكل الحجر؟ ولا قبلت، لا قبلت 14 اذار مثل هيك، لا قبلت؟ لانه هيدي من الاخطاء الكبيرة اللي عملوها. طيب. استمرار استسلام حزب الاستسلام امام حزب الله من 14 اذار، وانا ما عم بحكي لا بالعنف ولا بشيء، انا عم بحكي بالسياسي. سلاح الموقف مثل ما بيقول الرئيس مين سليم الحوصي، اهم شيء بالدنيا سلاح صحيح. الموقف طالما لم تستسلم فانت قائم وانت تستطيع ان تقاوم بالسلام وبالسلم وبعدم اللجوء الى الوسائل العنفيه، وخلي اللي معه سلاح يضل على الطريق بالطريق معه سلاح. هو اذا بدنا نرجع لهي الفكره، يعني في كثير ملفات متشعبه عن هيدا الموضوع، وليد بيك نحن مع الغنديه، مقاومه سياسيه انسانيه بالموقف فقط، سلاح ما بدنا، ولو بدنا سلاح كنا جبنا سلاح من سنه 2005، كان عندنا امكانيه يفوت سلاح على كل مناطقنا وبايد كل قواعدنا بما فيها القواعد الدرزيه لما كان النائب وليد جملاط ب 14 اذار، والقواعد الاخرى اللي هي قواعد تيار المستقبل والكتائب والأولى. سؤال ما قبلنا، ما مشينا بهالموضوع. سؤال هلا ما كنت بدي افتح هذا الملف، بس انت وصلتني للفكره على قاعده الغنديه، مازال ما قبلته بالزمان وبوقت، يعني عم تحديدا بالشارع الدرزي اللي حضرتك عم بتقول انه وقتها كان النائب وليد جملاط معكم، ما قبل التسليح، ما قبل ابدا، يعني كانت سبعة أيار القواعد، وقتها 7 ايار المواجهات اللي صارت بالجبل صارت بشو؟ صالح صارت اذا بتعرف تماما وعندك اصدقاء بالمنطقه لازم تعرف كيف صارت، تعرف انه صارت بالسلاح الفردي والاقل من الفردي، صارت بسلاح الصيد، صارت برشاشات لحظه كنا عم نشوفها من هون من بيروت، نعم مدافع حزب الله اللي صار يضرب بال160 الهواوين على القرى، ولما رجعنا لخبريه بيعوا الدهبيات نسوانهم لجابوا سلاح، لا هذا مين قال هالشيء؟ سلاح الفردي على نسق السلاح اللي بين طرابلس فجاه بال2007 2008، اذا بتعرف الجبل بتعرف انه اولا السلاح الفردي هو اللي نزل، ما كان في سلاح، ما كان في هو فعليا مش بس الجبل، انا حتى بتبين اني عم بحكي جبل عن الجبل صيغة، أنا هو مش بس ما كمان بطرابلس ظهر فجاه لا سلاح، لا 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 كمان بال2008 طرابلس موضوع اخر، بعد 7 ايار ظهر سلاح طلعوا طرابلس موضوع اخر، الجبل دافع عن نفسه بسلاحه بالسلاح الممكن، ومن هون صار في دغري لجوء الى وقف اطلاق النار، لانه كان معروف انه لو استمرينا بالمعركه يومتها
كان حزب الله محى القرى الدرزية يومتها لأنه الدروز قاموا لكرامتهم بس ما عندهم إمكانية أنه يستمروا للدفاع عن قراهم مدة طويلة. برجع بقول مش بس الجبل، حتى يعني برجع أذكرك أنه كمان ظهر سلاح دغري بطرابلس، فجأة ظهرت كمية سلاح فتحت معركة مع بينهم وبين الجبل. مين بلش ما بعرف، التبانة بيقولوا الجبل بلش علينا، الجبل بيقولوا التبانة بلشت علينا، مين قبل البيضة أو الدجاجة؟ بس بالمحصلة ظهر سلاح بعد 7 أيار كمية مش هينة، سلاح جديد. هيدا كيف إجا؟ أولاً سلاح ما بحياته ممكن يتوقف عن لبنان، طالما كان عم بيفوت سلاح. أولاً في أطراف مسلحة بلبنان موجودة، حزب الله معه سلاح بغزة الجيوش وبتاجر فيهم. وحركة أمل بالرغم من كل شيء نحن بنحكي عن حزب الله، بس نحن بننسى أنه حركة أمل مسلحة بشكل كبير 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 وعندها وصولاً إلى السلاح الثقيل المتوسط الثقيل. حركة أمل بعدها مسلحة بكل المناطق وبكل الأماكن، لكن طبعا حد حزب الله حركة أمل مثل كشافة طالعة، بس عمليا حركة أمل لا تزال مسلحة وعندها في قوة ميليشياوية بحركة أمل لعدة ألاف من المسلحين بكل المناطق موجودين. على كل مش هذا الموضوع، لا نحن عم نحكي، نحن ما بدنا نقعد نقيم، الناس بتعرف هلأ، مش هذا أنه هذا معه وهذا ما معه سلاح. في شغل مخابرات، في مال عم بينزت بالبلد، في شغل عم ينشغل من الداخل، وطرابلس ارض خصبه للاحقاد المتبادله كل أسف. وارض خصبه ايضا بفئه من الفئات ماديا كمان. انت بتعرف انه الوضع المادي بطرابلس هو جزء من المشكله، هو الوضع المادي صحيح، ولذلك كل الحلول اللي كانت عم تطرح منذ عدة سنوات أنه طرابلس حتى لو عملنا خطة أمنية ما فينا ما نعمل خطة أمنية بدون ما تترافق مع خطة اجتماعية إنمائية، لأنه الناس ما معها تأكل بطرابلس. كانت بحاجة من 92 وأنت طرابلس بتعرف إلى خطة إنمائية، كانت بحاجة من 50 سنة كمان يمكن. ما مش رح برر، بس انتهت الحرب بالتسعين، كنا بحاجة لأعمار طرابلس مثل ما أعمرت باقي المناطق. ليك طرابلس للأسف بقيت محلها. طرابلس تحتاج يعني طرابلس شو ما زتيت فيها بتحتاجه. شو ما زتيت. نعم. طيب للحديث تتم بدي ارجع للسياسه هلا، رجعنا كثير لورا، بدي ارجع احكي هلا عن انتخابات الرئاسه، عن تشكيل الحكومه، عن الوضع الداخلي والخلافات خطورة السياسيه. خطورة انتخابات الرئاسه استاذ مالك، بدك تسمح لي قبل ما نكمل حوارنا، صارت الساعه 11:10، تاخرنا 10 دقائق على فقره الصحف. هاو اللي اخذوها منا بكركي، النقل المباشر بكركي على القد. رونا حلبي صارت جاهزه لتوفينا بالجوله اليوميه المعتاده على ابرز ما ورد اليوم في مضامين الصحف المحليه الصادره في بيروت وكذلك الصحف العربيه والدوليه الموزعه في لبنان. اليك الهواء رونا. شكرا مالك، صباح الخير لكل المشاهدين. بداية طبعا بدي أتمنى ميلاد مجيد للجميع وينعاد عليكم بالصحة والعافية. البداية رح تكون من الملف السياسي المحلي وتحديدا مسألة تأليف الحكومة اللي يبدو أنها حتكون عنار حامية بعد الأعياد بحسب بعض الصحف ما كتبت اليوم. البداية من صحيفة النهار، وفي هذا الإطار كتبت اليوم: أشارت مصادر في بيركي إلى أن البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي يرى أن إفراغ الرئاسة الأولى خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومن الضروري الاتفاق عليه منذ اليوم الأول وعدم انتظار 25 آذار 2014، لأن الوقت يداهمنا ولا نريد أن نجد أنفسنا أمام واقع مفروض علينا. من النهار إلى جريدة اللواء التي كتبت اليوم نقلا عن زوار رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن رئيس ماض في قراره بتشكيل الحكومة قبل الوصول إلى المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أن الرئاسة الأولى خرجت من عقدة الخوف ولن يحول دون تنفيذ هذا القرار تهويل أو تخويف أو تهديد، مشددين على أن الطبخة الحكومية ستوضع على نار قوية بعد الأعياد. ولفت هؤلاء الزوار إلى أن سليمان ما زال يأمل بأن تلاقيه الجهات السياسية في منتصف الطريق بما يمكنه من تشكيل حكومة سياسية لا تستفز أحدا وبإمكانها الحصول على ثقة المجلس النيابي.
من اللواء إلى صحيفة الجمهورية أيضا التي كتبت في هذا الإطار عن مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ينتظر طروحات أو أفكارا يمكن أن تكون لدى حزب الله تتناول الصيغ الحكومية المطروحة، وأن التواصل مجددا بين الطرفين يمكن أن يتم في فترة لا تتجاوز الأيام العشرة المقبلة. بالمقابل نفت أوساط سليمان أن يكون في انتظار أي صيغة معينة من الحزب، ولكن إذا عاد الحزب بطرح جديد قابل للتوافق فالرئيس يرحب بذلك، وهو لا يقفل الباب أمام أي طرح. أيضا بصحيفة الجمهورية كتبت اليوم كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يواصلان اتصالاتهما المباشرة وعبر المفادين على أكثر من جبهة ومستوى في الملفات المطروحة، ولا سيما ملف تأليف الحكومة. من الجمهورية إلى صحيفة الحياة وتحديدا أخبار عن المعارضة التركية، كتبت صحيفة الحياة اليوم اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال أوغلو أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بات عاجزا عن حكم البلاد بعد فضائح الفساد المالي، وقال أردوغان لا يمكنه أن يحكم بعد الآن، وحتى لو أصر على البقاء في الحكم سيكون مثل بطة عرجاء تحكم ولا تحسم وتعرقل تقدم تركيا. وأضاف موقفي من الأزمة السورية واضح بأنني أناهض أي زعيم يقمع شعبه أو يطلق النار عليه، ولكنني أرفض تدخل في هذه الأزمة لمصلحة طرف، وأؤكد منذ البداية أن دور تركيا كان يجب أن يكون وقف القتال وحشد الجهود لعقد مؤتمر يشبه مؤتمر جنيف، وأنه ليس من حقها أن تحدد من يجب أن يحكم سوريا. أيضا في صحيفة الحياة وفيما يتعلق بالشأن السوري كشفت صحيفة الحياة اليوم أشارت مصادر سورية معارضة إلى أن الائتلاف الوطني السوري المعارض تلقى نصائح من حلفائه بالتمسك بالذهاب إلى مؤتمر جنيف 2 على رغم التصعيد الأخير في حلب شمالا، مشيرة إلى أن مسؤولا غربيا أبلغهم أن مهمتي الحكومة الانتقالية ستكونان قيادة سوريا نحو التحول الديمقراطي ومحاربة الإرهاب. وعودة إلى صحيفة الجمهورية مع هذا الكاريكاتير الميلاد السوري، للأسف طبعا شجرة الميلاد كما نراها بالدبابات والأسلحة. من الجمهورية إلى صحيفة السفير وبقلم الزميلة مادونا سمعان التي كتبت اليوم إذا استشف أحدهم زحمة السير في الآونة الأخيرة أو إذا استشف أحدهم من زحمة السير في الآونة الأخيرة خير وبركة وبحبوحة في مناسبة الأعياد، فإن المظاهر غشاشة كما كانت وما زالت عليه في لبنان. وأضافت في الزمن الرديء حاول تجار اصطياد الزبائن بشتى الوسائل فتفننوا بأساليب التنزيلات، ومنهم متجر الأحذية الشهير الذي كان حتى السنة الماضية يرفض تنزيل أسعاره أكثر من 30% أيام التنزيلات فقط برستيج الماركة. فها هو صاحبه يستسلم لما فرضه عليه الوضع الاقتصادي ويرسل رسائل قصيرة تزف لزبائنه خبر التنزيلات قبل حلول الأعياد. لم تثمر نتائج خطته كما حلم، لكنها على الأقل ساوت المبيع بالمصروف العام لفروع المتجر كما يقول. شأنه شأن كثير من التجار الآخرين الذين أدركوا مسبقا أن القبضاء بينهم من ينهي موسم الأعياد وقد عوض خسارة الأشهر التي سبقته، أما الآتي بعده فمرهون بما يقدره الله وفق أحد باعة الملبوسات. وأضافت تكشف الجولة في الأسواق اللبنانية ومراكزها التجارية ما يضحك وما يبكي، فحش وغنى وفقر وعوز وفرح ودموع، والأهم من كل ذلك استدانة وصرف في غير مكانه يشياني بوقوع الكارثة لما بتروح السكرة وبتجي الفكرة. أيضا بصحيفة السفير هذه الصورة التقطت يوم أمس في جونيه المظاهر الميلادية في جونيه. وعودة إلى صحيفة الحياة التي كتبت اليوم بعنوان معدلات الوفيات ترتفع في إجازة
الأعياد ورأس السنة، ولكن بخلاف المتوقع مش حوادث السير كانت هي السبب الأساسي بحسب هذه الدراسة. كتبت الحياة: أظهرت دراسات علمية أن حالات الوفاة ترتفع في عيدي الميلاد ورأس السنة، وهناك الكثير من عوامل الخطر المسببة للوفاة، بينها ارتفاع معدل الكوليسترول في الدم والتدخين والسمنة، ولكن الدراسات تشير إلى أن نسبة الوفاة ترتفع في عيد الميلاد وبعد يوم من ذلك وفي عيد رأس السنة الميلادية مقارنة بأي يوم آخر في السنة. ويعتبر الأمر صحيحا بالنسبة إلى الأشخاص الذين يموتون نتيجة أسباب طبيعية، ما يمثل 93% من كل الوفيات وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض. ووجد الباحثون أن حالات الوفاة تحصل نتيجة الأمراض الخمسة الأكثر شيوعا، ومن بينها مشاكل في الدورة الدموية وأمراض الجهاز التنفسي ومشاكل التغذية والأيض وأمراض الجهاز الهضمي والسرطان. خبر محزن يمكن شوي، لذلك رح نختم بخبر مفرح أكثر من ذلك. بصحيفة الشرق الأوسط كتبت اليوم: الفن والنجاح لا يعترفان بالسن، هذا ما أثبته أعضاء جوقة موسيقية من المسنين. أصغر عضو من بينهم تبلغ 91 عاما، في حين يبلغ أكبر عضو سنا في الجوقة 98 عاما. أعضاء الجوقة يقيمون في دار للعجزة في منطقة يورك شمالي إنجلترا. جاءتهم سيدة لتعليمهم وطلبت من أعضاء فرقتها تقديم بيانات رسمية وشهادات ميلاد، وقدمت تلك الشهادات التي بلغ مجموع أعمار أصحابها 1180 سنة إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. فوصلت إلى دار سانت جونز للمسنين رسالة رسمية من الموسوعة تؤكد بأن الجوقة الموسيقية هي الأكبر سنا في العالم. بهذا الخبر بنوصل لنهاية جولتنا على الصحف اليوم. طبعا معظم الصحف تحتجب عن الصدور غدا، لذلك نلتقي مجددا يوم الجمعة. أما هلأ فعودة لزميلي ملك الشريف. شكرا رونا، ما بعرف إذا رح نعيش قده لهودي العجزة لتقدر تشتغل صحافة. على أمل يمكن نشتغل صحافة ب 80 و 90 سنة. شكرا لك رونا على هذه الجولة. نلتقي. شباب بالراس، شو في براسك؟ هذا أهم شيء. والله بالبلد ما خلوا واحد فينا شاب. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. ما خلوا في راسه أنت ساذج. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي الصحافي والكاتب السياسي وعضو الأمان العام لقوى 14 أدار السيد علي حمادي. السيد علي، لأنهي من موضوع الانتخابات الرئاسية بعد ما حكينا عن الحكومة، وشو الشروط المرتقبة وماذا أمام الرئيس الجمهورية ورئيس المكلف في تشكيل الحكومة؟ رئيس الجمهورية انطباعي سوف ينحو نحو التشكيل. هلأ بدك تشوف كمان، مش هو اللي بيشكل، اللي بيشكل رئيس حكومة، رئيس مكلف، رئيس المكلف، وبيقدم التشكيلة وتصدر عن الطرفين معا بموافقة الطرف الأول. تنشوف، لكن أكيد أكيد أنه في شيء بده يصير. الرئيس بده حكومة، فخامة الرئيس عم بيقول علني لازم، يعني قال 25 أدار خط أحمر. إيه؟ لكن بده حكومة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. لكن من هلأ ل 25 أدار أستاذ مالك، المسافة الزمنية بالسياسة طويلة جدا، قصيرة لأنه ما رح نحس فيها، لكن بالسياسة وبالأحداث السياسية وبالاحتمالات اللي ممكن تصير من هلأ لوقتها ممكن مسافة طويلة، ممكن يصير كتير أشياء من هلأ لوقتها. مثل شو مثلا؟ بالإيجابي وبالسلبي. ممكن أولا ممكن تروح البلد لمنحة أسوأ بالأمن، إن شاء الله لا، وممكن تروح فعلا بفعل تأثيرات خارجية نحو شيء من التوافق، توافق اللحظة الأخيرة من أجل منع انفجار البلد. ليش؟ لأنه هذا بردنا على موضوع رئيس الجمهورية أستاذ مالك. التجربة في لبنان علمتنا، وهذا لازم اللبنانيين يعرفوه، بكل مرة كان في صدام سياسي بنهاية العهد، إن كان على تمديد أو كان على تجديد أو كان على مشكل مع رئيس الجمهورية. صحيح. أو حول رئيس الجمهورية، كان ينتهي الموضوع بالدم. تذكروا ب 58، تذكروا حتى بال 75 76 عندما صار انتخاب لأول مرة بالتاريخ بينتخب رئيس جمهورية كان قبل نهاية ولايته بناء على وثيقة دستورية وضعت، وكان الهدف منها تقصير ولاية الرئيس الراحل سليمان فرنجي، ويعني وكان البلد بحمام دم. تذكروا ب 82 اغتيال الرئيس بشير جميل، الاجتياح الإسرائيلي اللي اجى بوقتها، و اغتيال الرئيس بشير جميل. تذكروا ب 88 تذكروا ب 88 بحادثتين. الحادثة الأولى هي الفراغ وتسليم الجنرال عون، تسليم الجنرال عون قيادة الجيش تحديدا، قيادة الجيش، هذه واحد مسؤولية صلاحية رئيس الجمهورية، وانتهت وراحت الأمور لمجزرة
مش بس لبنانية لبنانية، لا مسيحية مسيحية قتلوا بعضهم المسيحيين، انتهت بانتخاب رئيس جمهورية بعد الطائف، وقتل رئيس جمهورية يومتها تتذكر اللي هو شهيد روني معوض. شهيد روني معوض، تذكروا يا لبنانيين أيضا بنهاية بأواخر مرحلة الرئيس أمين لحود 2008 فراغ 6 أشهر انتهى بالدم بالطريق. إذا نحن فايتين على مرحلة ممكن تنتهي بالدم، لأنه هذه المرحلة اللي كل 2007 الرئيس كل النظام أمين لحود 2007 ل 2008 امتد ل 2008 الفراغ تماما حوالي 6 أشهر. أخطر شيء بالمرحلة الحالية هي البلوكاج، يعني كل شيء مسكر، مسكرة رئاسيا، مسكرة حكوميا، ومسكرة حتى بالمجلس النيابي. المجلس النيابي عمليا الفكرة صارت مرقة مرتين للخبرية. لا هيك إيه؟ لا مش مرقة مرتين. وين واقف مجلس النواب؟ أول مجلس نواب، يعني هو مجلس نواب قانونا قايم، لأنه بطريقة أو ما في شهر ما بيدعي الرئيس بري لجلستين إيه أو ثلاثة إيه، وعم يتأجل. بس ما هو يتأجل. ما هو لأنه كله مسكر على بعضه، بالنتيجة مجلس النواب بيصير حلبة مصارعة مثل قلتها. ثانيا مجلس النواب أنت ممددة مدته ومش معروف، وأنا تقديري أنه نحن حطينا شهر 11-2014 الانتخابات المقبلة، أنا بتقديري مش قبل 2015 إيه؟ على أحسن تعديل. ما فيك تعمل انتخابات بشهر 11 شتاء وسقيع وثلج ومدارس مدارس. لا هذه نكتة، هذه عملوها هيك ليرجعوا يمددوها على الأقل حوالي 6 أشهر إذا مش أكثر من هيك. إذا قبل 2015 صيف 2015 ما في انتخابات مجلس نواب، كله على بعضه كله على بعضه يؤشر مع الاصطفاف والانقسام الحاد والصدام اللي عم بياخد منحى مذهبي، عم بياخد منحى سياسي، وأيضا هناك الصدام المذهبي والأحقاد المذهبي والأحقاد السياسية. هيدي وصفة سحرية أو هيدي وصفة كاملة لانفجار بالبلد. بده يصير الانفجار ولا ما بده يصير؟ ما بعرف. ثانيا وهون موضوع رئيسة الموضوع رئيس جمهورية وقرار رئيس جمهورية بعدم ترك فراغ، في هناك سؤال كبير، هل يستطيع أن تستمر البلد بتشكيل حكومة برئاسة الرئيس تمام سلام السني ليتسلم أيضا يعني صلاحيات الرئاسية؟ عادة بالجمهورية الأولى كانت شو كان يصير؟ بالجمهورية الأولى كان يكلف رئيس حكومة ماروني، مرة صارت مع فؤاد شهاب، مع الرئيس فؤاد شهاب بسنة 52 عند استقالة الرئيس الاستقلال بشار الخوري، ومرة تانية صارت مع الرئيس أمين جميل عندما استدعى قائد الجيش وقتها. كان وقتها موجودة بالدستور؟ لا ما كان موجودة بالدستور. هيدي كانت صلاحيات لقيادة الجيش، هيدي كانت بالعرف. لا هي كان بالعرف انه يستدعى، كانت بالعرف صايره قبل بمره. اجى الرئيس امين جميل وهلا مش موجوده بالدستور انه حتى رئاسه الجمهوريه ما يقعد حدا برئاسه الجمهوريه تسلم. وقتها استدعوا قبل ما يستدعوا الرئيس الجنرال ميشيل عون، حكيوا وقتها مع النائب بيير حلو الراحل بيير حلو، طلبوا منه قال بيير حلو انا ما بفوت بهالشغله. بس اليوم صارت موجوده بالطائف، اليوم صلاحيات الرئاسة تنتقل إلى رئاسة إلى مجلس الوزراء مجتمعا تماما. فلذلك يعني عم بلك في أسئلة بس بهيدي النقطة، هيدي النقطة بغض النظر عن كل هودي. نعم. حسم الرئيس نبيه بري حينما قال إنه الحكومة التي لا تنال الثقة لا تستلم صلاحيات. هو ليك هو حسمها من وجهة نظره، يعني بمعنى حسم الصدام، إنه راح يصير في صدام. رأي الرئيس نبيه بري يعني اللي بنحترمه كرئيس مجلس نواب، بتخيل قانونا وتشريعا يعني، لكن الرئيس نبيه بري اللي هو بيعرف كتير منيح بالدستور، أكتر واحد بيعرف بالدستور، لكن هو أكتر واحد بيعرف أيضا كيف يخرج على الدستور عندما يريد أن يخرج على الدستور. حتى الرئيس حسين الحسيني يعني ما منع أنه الرئيس نبيه بري أنه أقفل أبواب. بس بالمحصلة اليوم عم يحكي بالقانون الرئيس نبيه بري، قال قانونا أنا برأيي بلسان الرئيس بري هذه الحكومة مع محبتي للرئيس بري، أنا برأيي عم بدير دينة شو هدي الجرة من المحل اللي بيناسبه. حتى الرئيس حسين الحسيني قالها بشكل علني وواضح وصريح، حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حكومة مكتملة الصلاحيات حتى نيل الحكومة اللي بعد الثقة. ما بتستمر لأنه لا ما قال هيك، قال هي مجرد هي استقالت إيه؟ مجرد استقالت تصرف الأعمال، ولكن هي حكومة مكتملة الصلاحيات. نعم
لكن ما قال عن هيديك، لأنه الرئيس حسين الحسيني وهو من كبار المشرعين بالبلد بتاريخ البلد بيعرف أنه عندما تقبل استخدام الحكومة وتشكل الحكومة بالمرسوم تصدر مراسيم، لا يصدر مرسوم، عم بقول لك عندما يصدر مرسوم الحكومة الجديدة تعتبر هيديك مستقيمة، هيدي ما بيعود عنده توقيع 100%، يعني لا يصدر مرسوم الحكومة يعني الجديدة، يعني بيقدر حزب الله ورفاق حزب الله يقعدوا يعملوا اعتصامات أو يرفضوا يسلموا. هو على فكرة في هذا الطرح رفض التسليم، رفض التسليم بس أنت رح نكون قدام حكومة تسلمني كان. أنت بترفض التسليم بس أنت عندك شغلة أساسية، أنت ما معك توقيع، بس رح نكون قدام حكومة بعدين كان. كيف بتسلم الرئيس نجيب مئاتي رح يروح، ما رح يقبل أنه يضل لحظة، ومن زمان عم بيقول يا ريت تشكل حكومة وتخلوه. فإذا رئيس حكومة رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال صدرت المراسيم بقبول الاستقالة ومراسيم بتشكيل بس نحن بتعيين برئيس حكومة جديد وبحكومة جديدة، أول واحد نجيب مئاتي بيضب كليكيشو بيضب غراضه ايه بس هو ما وبيفل هن عم يحكوا انه الى حين صدور مراسيم تشكيل الحكومه قال الرئيس الحسيني حزب الله عم بيقول حتى ذلك الحين حزب الله عم بيقول ما رح يسلم، مش عم بيقول يعني اوساط حزب الله عم بيقولوا ما رح يسلم لو صدرت المراسيم ما بنسلم ما بنسلم صحيح. اوكي عندك رئيس حكومه اللي هو رئيس حكومه انتم ملطيين تحته اللي هو الرئيس نجيب مئاتي، ما رح يقعد لحظه بالسراي، رح يحمل حاله ويفل ورح يسلم لرئيس الحكومة الجديدة. عندك اللي كمان يوازيه أهمية من حيث التوقيع اللي هو وزير المالية الأستاذ محمد الصفدي، ما رح يقعد لحظة رح يسلم لوزير المالية المقبل. شو بتعمل؟ كيف بتمشي الحكومة؟ تعمل بلوكاج، تعمل بلوكاج، مجموعة من البلد أكثر من نواقي، مجموعة من الوزارات فيها تمرد بس ما عنده توقيع. يعني اليوم بكرة بيجي حيلا وزير مثلا، افترض وزير الاتصالات، افترض وزير الصحه بده يوقع على توقيع مليون على توقيع. يا استاذ علي عندنا تجربه ب 88، ما عنده توقيع، عندنا تجربه ب 88 ما طلع الجنرال عون وقال حكومه الرئيس الحاص لا توقيع لديها وما بحق لها تعمل صلاحيات، وحكمت منطقه حكومه الرئيس الحاص وحكومه الجنرال حكمت منطقه ثانيه. هلا البلد منه مقسوم بالمعنى الجغرافي والعسكري، البلد اليوم انت عندك مؤسسات وحده، يومتها انتبه شو عملوا، وهذه ذكاء وشطارة الله يرحمه الرئيس روني معوض، يعني اخترعوا شيء اسمه المراسيم الجوالي صحيح. وصاروا يبرموها بين الحكومتين طبعا. الشق الآخر من الموضوع الداخلي قبل ما انتقل لملف سوريا وجنيف بالفقرة الأخيرة من هذه الحلقة والتقارب الأمريكي الإيراني في هذه المرحلة، موضوع الأمن في لبنان، الأمن حتى الآن ضمن سقوف مأمولة. بلشت حضرتك أنه مريح الوضع، ما لا سقوفه المقلقة يعني أحسن من محيطنا يعني ما في شك، بس اليوم مرشح إلى ماذا هذا الموضوع؟ انتبه، هذا البلد إذا في قرار بإشعاله سوف يشتعل برضا اللبنانيين أو بعدم رضا اللبنانيين. من يقرر إشعال؟ من يريد إشعال هذا البلد؟ ليك المحيط الإقليمي هو بيشعل البلد، و الطرف الأساسي اللي موجود مسلح بالبلد اللي هو حزب الله إذا بيفوت بإشعال البلد تشتعل البلد. ما عم بيقول السيد حسن نصر الله ما بيشعل، ما بدي أعمل مزبوط. حرب وما بدي أعمل مشكل مزبوط. ومش أنتوا عدوي إسرائيل مزبوط لا هذا موضوع آخر، العداوة موضوع تاني، بس فيما يتعلق بمحاولة الحفاظ على الاستقرار لأنه بيناسبه الاستقرار لحزب الله، وبالتالي من يريد إشعال فراغ بيناسبه، الوضع الاقتصادي السيء حتى ما بيضره لحزب الله بيريحه. إذا كل هاي الإشارات يعني توحي بأن حزب الله لا يريد إشعال البلد على الأقل في هذه المرحلة، حزب الله مرتاح بالصيغة مين اللي عم بيوتر اليوم بالبلد ليشعل البلد؟ لا في توتر سياسي، صدام سياسي، هذا الصدام السياسي هو أرض خصبة لإشعال البلد. من يوتر البلد هو جملة عوامل، حتى ما تجي تقول لي أنه عم نحكي على حزب الله مش عم نحكي على الآخرين، عم بقول لك أولا في جزء أساسي هو أنه الحرب السورية أصبحت بعقول ونفوس اللبنانيين موجودة، يعني نحن بلبنان فاتت علينا الحرب السورية، لم تدخل بعد بالإطار الخطير جدا اللي ممكن يولع لبنان كله، لكن دخلت. اليوم إذا في قرار كبير بإشعال البلد، إذا في قرار إقليمي دولي بيشعل البلد بيشتعل البلد بلحظة، عرفت كيف؟ فيما يتعلق بعنصر آخر هو أنه عندك فريق من اللبنانيين، إذا بدك تقول نص اللبنانيين بالسياسي
هو مسالم، ما معه سلاح، ما بيقوس، ما عنده لهلا ميليشيات، ما عنده مسلحين، وما انه اخذ هالاوبسيون، ما انه اخذ هلا الخيار اللي هو خيار المواجهه المسلحه. بتقول لي طرابلس، لا مش طرابلس، مش طرابلس، انا رح انقلك للخطاب السياسي، انا ما بدي احكي بالميدان. الخطاب السياسي، بالخطاب السياسي هذا الفريق متهم بانه اليوم الـ 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 هذه الجهه التكفيريه على الاقل في الداخل اللبناني متهم بانه عم تخرج من تحت عبئته. الحالي بشكل كتير 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 واضح على ما أظن الوزير محمد فنيش، الشيخ نبيل أبو قال الأسبوع الماضي يقول تخرج من عباءة 14 أدار وشوفوا مين وكل محامين ليطلع هودي من الحبس. مش مهم شو بتقول، مهم مين اللي عم بيقول. يعني أنا شو بدك مين عم بيقول، قاوق شو بده يقول وفنيش شو بده يقول. بالنتيجة ماشي الحال، أولاً لازم يراجع حزب الله، يعمل مراجعة لسياساته الداخلية، الاحتقان، إشعار الناس بأنهم مظلومين، تشكيل الحكومة اللي صار بالسياسي، قمتوا مع احترامي ومع محبتي وتقديري للرئيس نجيب ميقاتي عمليا جرى تعيينه من فريق سياسي. هلا لانه ارجع يا استاذ روق شوي بس خليني اقول لك، انا معك بس اذا بدنا نرجع تكون ما في فريق اخر كمان شعر بالاحتقان بال 2006 وقت حكومه الرئيس فؤاد السنيوره، بس ليش واستقال؟ ليش شعر بالاحتقان؟ لانه نحن ما عملتوا حاله مشابهه للحاله اليوم. ليش؟ لانه فريق 14 اذار على شو صار المشكل؟ صار على العداله، لانه رفض العداله ورفض انه ان يذهب، رفض ان يذهب نحو العداله في موضوع الاغتيالات، وغطى الاغتيالات وترك كله باطار الادبيات السياسيه، نستنكر ونستنكر وندين ونستنكر، بس بالنتيجه كانوا الناس عم بيقتلوا من فريق واحد. طيب شو هالسر اللي انه بهالبلد ما بيقتل الا 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 مجموعه من فريق واحد سياسي يناصبهم العداء، النظام السوري وحزب الله؟ لا هلا هلا هل فيهم يقولوا حزب الله عم بيموتوا قيادات. مين؟ وين عم بيموتوا؟ حسن لئيس اغتيل. هذه هولي موضوع الاسرائيلي السوري، وهذا موضوع اخر ما بعرف، بس لم يتم اغتياله سياسيا. لئيس عسكري، مقاتل عسكري، قيادي عسكري، قتل بطريقه استخباراتيه واضحه المعالم. خلينا نقول اسرائيل، قال السيد حسن نصر الله اسرائيل، بدنا نقول اسرائيل صحيح، بس هذا مقاتل. بس الناس اللي قتلوا يا استاذ مالك من وقت صحيح، قيادة كل القيادات، كل قيادات سلميه، قيادات 14 قيادات مدنيه ما لها علاقه لا بالقتال ولا بالمقاتله، شخصيات سياسيه. طيب من 14 هول مين قتلهم؟ كيف انقتلوا؟ مش رح ارجع كثير طيب بالتاريخ لورا، بس عم بسالك انه اليوم موضوع الامن. طيب اذا انت لوين بدنا نوصل؟ بس انت عم اذا انت كنت عم تشكي، مش انت يعني استاذ مالك، اذا انت كنت عم تشكي، الفريق الاخر عم تشكي انك انت والله سياسيا شعرت بالظلم وشعرت بالتهميش خلال الفتره اللي انت انتفضت ضد لجنه التحقيق الدوليه وضد المحكمه الدوليه، عال تجي انت بتعمل الشيء اللي عم تشكي منه بترجع بتعمله؟ تكررت القصه. اليوم بالامن شو تكررت القصه؟ طيب هلا انت اليوم انت ظلمت الفريق اللي عملوه هن، رجعت عملتوه انت. بعدين بدي اقول لك شغله، هلا خلينا نحكي بدي احكي بالامن اليوم بالشعب بالأمن. اليوم لوين بدنا نوصل؟ في احتقان بالشعب، سببه وحله. انت ابن الشعب يا استاذ مالك، بتعرف بتحكي مع الناس العاديين، انت بتعرف انه في احتقان مذهبي بالشعب. انا ما لي دخلي، انا درزي يا اخي من الجبل، ما تقربوا لي على جبلي صراحه. ادلب شفت شو عم بصير فيه. اوكي شو شفتوا شو عم بصير؟ إيه لمين عم يشتغلوا؟ داعش وهذا عم يشتغلوا ل رح اوصل على سوريا، رح اوصل على سوريا، يشتغلوا للثوره السوريه، رح اوصل. ولا 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 الدم مبلش بالجيش الحر ومبلش بالمعارضه السوريه بالاول، رح على اوصل على سوريا. اهم شيء في احتقان بالبلد، اذا بدك تريح البلد بدك تشيل هالظلم عن فريق اساسي من اللبنانيين. كيف بيكون الظلم؟ ما هو بدي الحل. بدك توقف انك تحتكم دائما للسلاح وللقوه من اجل ان تنتزع ما لا يحق لك ان تحصل عليه هيدا في الداخل اللبناني وبصناديق الاقتراع في الداخل اللبناني. انا عم بحكي بلبنان لانه عندك مسؤوليه لبنانيه. انت لبنان، انت بالداخل اللبناني لو انت محافظ على توازن بالبلد وعم وفي وضع معقول وفي شعور وطني جامع بيجمع اللبنانيين، انت ما في قوه بالخارج فيها تدخل عليك. المشكله انه القوى الخارجيه عم تفوت على لبنان منقسم ومتآمر على بعضه البعض، بس متهم فريق 14 أدار بأنه عم بغطي دخول هذه القوى. مين هي القوى؟ القوى التكفيرية؟ مين هو التكفيري دخلك؟
دخلك بدي أسألك سؤال. عندما بيطلع السيد حسن نصر الله وفريق السيد حسن نصر الله بيقولوا فلان وفلان 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 هؤلاء عملاء إسرائيليين وعملاء أمريكان وبيشغلين بالCIA وبيشتغلوا عند جيفري فيلتمان وبيشتغلوا عند أولمرت وبيشتغلوا، هذا تكفير ولا منه تكفير؟ هذا مش تحليل دم؟ بس اليوم كمان بعدين لما بتقتل مجموعة حوالي 12 سياسي من قيادات من أهم القيادات بفريق واحد، شو بتكون أنت؟ مش تكفيري؟ بعدين تكفيريين هني شو؟ أنا عم دافع عن التكفيريين؟ ليش التكفيريين هني تكفيريين إن كان داعش ولا النصرة؟ أول شغلة عملوها بسوريا على مين توجهوا؟ بس هنا عم بحكي اليوم بلبنان حتى إيه؟ حتى أنصار أحمد الأسير إيه شو هني؟ بالتيار المستقبل؟ ما يروح عليها بالتيار المستقبل 14 أزار؟ ما هني هني إذا بترجع على أدبياتهم وأنا أحيلك على أرشيف التلفزيون صحيح. بس اللي لأنه كتير من خطب السيد بس اللي بذكرك فيه كمان أكبر خطب الأسير معظمها كانت تنقسم في تكتيك بالموضوع لا كانت تنقسم قسمين بدي ذكرك قسم على حزب الله صحيح. وقسم على تيار المستقبل وعلى 14 بس اللي بدي ذكرك فيه كمان نعم. انه السيده بهية الحريري يوم معركه عبره اللي استشهد فيها عدد كبير من الجيش شبهتها ب 14 شباط شبهتها ب 14 شباط بس شو هي 14 شباط مجزره اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لانه لحظه انا بدي ذكرك وبدي ذكر المشاهدين يوم اللي كان في معركة عبرة كان ميليشيا أمل وحزب الله بالطريق نازل لحد الجيش معلش مع احترامي للجيش كانوا عم بيقاتلوا وعم بيقتحموا بيوت الناس عم بيسرقوا بيوت الناس عم بيقوسوا على بيت بهية الحريري عم بيقوسوا على بيوت الناس الأمنين وعم بينهبوا بيوت العالم وكانت هيدي ما إلى دخلي بأي مواجهة بين الجيش وبين الأسير مين غطى الجيش بموضوع الأسير مش سعد الحريري صحيح. من أول لحظة صحيح أول واحد طلع بيان مين غطى الجيش مين غطى بس بالمقابل السيدة بهية كانت وقفة مغاير لا لأنه هي كانت عم تحكي عن حزب الله وعن حركة أمل كانت عم تحكي على الميليشيات اللي نازلة على الطريق واللي شفنا شرايط الصفر بس اللي كانوا عم بيموتوا كانوا من الجيش لا الجيش اللي شيع وبيوت شو خص الجيش إنه إذا الجيش عم بيقاتل فريق عم بيقاتل فريق متمرد عليه وأنت مغطي للجيش واجت ميليشيا حده بتقول لا لانه انا الميليشيا اجت حد الجيش ما انا طلعت قالت الميليشيا اللي طلعت قالت ما حصل في عبره ومن السرايا الحكومي يوم باجتماع وكلنا بنذكر كيف تغيرت ملامحه للرئيس فؤاد السنيوره يومه يبدو انه ما كان حتى رضيان عن هيك عن هيك اللي قالته اللي قالته بهية الحريري واللي قالوه كل الموجودين يومتها كان مبررا وله تبريره طيب. والسبب الوحيد هو انه ميليشيات حزب الله نزلت على الطريق ونزلت وهي فاتت على بيوت العالم وفاتت على منطقه عبره فاتوا وانا هوني مشكله الجيش يومتها كان لازم يطلق النار على الميليشيات اللي كانت واقفه على الحواجز حده بما تبقى لدي من وقت بس الجيش اليوم عم نرجع نروح العمليه مين غطى الجيش بالبارد سيد حسن نصر الله ولا سعد الحريري مين غطى الجيش؟ ايه بس فتح الاسلام وين كانت حساباتهم؟ فتح الاسلام مين اللي بعت فتح الاسلام مش النظام السوري؟ وين كانت حساباتهم؟ شو وين كانت حساباتهم؟ من مين كانت تجيهم التشيكات؟ من مين؟ اي تشيكات؟ التشيكات اللي راحوا ليصرفوها من بنك البحر المتوسط ولما ملأوا المسروقة ولما ملأوا فيها مصاري عملوا المعركة لا التشيكات اللي انسرقت من, إيه؟ من 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 عابري سبيل لا لا مش صحيح هالشيء هذه رواية مش مزبوطة ما بعرف من مين بس ما هي بلشت المعركة لما راحوا لا مش صحيح لما راحوا فاتوا ليصرفوا تشيك ببنك ايه؟ وملقوا مصاري دخلك مين اللي هجم على 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 شيكر العبسي أول واحد هجم على شيكر العبسي مش وسام الحسن هو اللي فات عليه على على على, على, بعد على الشقة بعد معي دقيقة أو دقيقتين من وقت بدي أحكي عن سوريا ضروري اليوم ليه ما بتحكي عن المحكمة نسيتوا المحكمة رح نحكي عنها بشكل سريع المحكمه على كل ما ضروري نحكي ما قريت مقالتك امبارح جاي وانتم ما بتكون النهر بتكون النبع هيك قلت بالمقال بدنا نتفرج على النهر مثل ايه؟ وليد بيك ايه؟ قلت انه النهر ماشي خلاص احكم رجل في لبنان وليد جملاط معه حق انتظر خلي الجثث تمرق قدامك انا قريت بمقالتك مشان هيك ما سالت لانه حسيتك بدك تتفرج ناطر هلا انا انضم الى حكمه وليد بيك بموضوع سوريا جنيف 22 كانون الثاني نعم في جنيف ممكن ما يصير جنيف بالرغم من كل الإشارات التي توحي بأن هناك ضغوطات على كل الأطراف بما فيها على النظام السوري لكن تقديري أنه يمكن الأرض
تغير بالمعطيات، وممكن حتى يصير في مشكلة في موضوع الدعوات. حتى الآن الدعوات ليست واضحة وليست نهائية، لم توجه دعوات إلى قوى وأطراف تعتبر لها لديها يد في هذه المعركة، الأطراف الإقليمية. المعارضة السورية ما بكفي، لا يعني في الطرفين السوريين وعندك الأطراف الإقليمية وعندك الأطراف الدولية. الأطراف الإقليمية تقريبا كلها الأخضر الإبراهيمي مدعوة بما فيها السعودية بما فيها. شو هي الخلاف على إيران؟ لا الخلاف مش بس هيك، الخلاف طيب شو المطلوب من جنيف اثنين؟ المطلوب الذهاب إلى مرحلة انتقالية مع الأسد ولا بلا الأسد. حتى الآن إذا ما وصلت على تفاهم يسبق جنيف، توصل على جنيف بينفجر جنيف. التقارب الإيراني الأمريكي لوين ممكن يوصل بموضوع جنيف؟ يعني ممكن يساعد. جنيف الإيراني لوين ممكن يوصل بجنيف السوري؟ ممكن يساعد لمصلحة من؟ ليك أنا بتقديري ممكن يساعد لمصلحة إطفاء النار السورية ممكن. موضوع بشار الأسد صعب جدا. بس ما قال لافروف امبارح؟ صعب جدا. قال إنه حلفائنا الغرب بدأوا يقتنعوا بأنه مسألة الإطاحة بالرئيس بشار الأسد لم تعد هي الحل، لأنه البديل رح يكون أصعب. المشكلة إنه إذا صح كلام لافروف، خلينا نحكي كمراقبين وليس كفريق سياسي، إذا صح كلام لافروف هناك مشكلة أخرى متأتية، إنه الرئيس بشار الأسد، رئيس النظام السوري بشار الأسد، بإيده في دم كتير سوري. هل تستطيع أنت كرئيس أن تستمر وخيي إن كنت بريء وعم تدافع عن حالك وعم تدافع عن سوريا ضد اللي بدك إياه؟ في 100,000 150,000 قتيل، وفي منهم على الأقل شي 100 برقبتك، فيك تستمر أنت بمنصب دستوري. قدي راح شهداء بلبنان؟ شو؟ قدي راح شهداء بلبنان بحرب لبنان؟ إيه ما كنت معركة مع نظام أمر الحرب ما بقيوا؟ لا مش حكموا هن؟ إيه بيصير أمير حرب. إيه بيصير أمير حرب اليوم قالوا أمرا حرب، عفوا للقيادات اللي كانت عم بتقاتل بالحرب وصارت أمرا سلم. يصبح الأسد لا يعود رئيس جمهورية سوريا، يصبح أمير حرب على العلويين، بده يقعد مع الأكترية. ليش اليوم هيك صار بالقيادات اللي كانت أيام الحرب واللي الكل كل اللبنانية برروا له؟ ما اليوم بررنا لبعضنا وعملنا مصالحة ونسينا. المعركة مع بشار الأسد هي معركة مع نظام، مع نظام حكم. المعركة بلبنان ما كانت مع نظام حكم، المعركة كانت فاتوا الطوائف ببعضها على خلفية، أيضا خلفية الموضوع الفلسطيني وعلى خلفية التدخل السوري وقتها مع وضد، ساعة بيكونوا مع هذا وساعة بيكونوا مع هذا، وفاتت اللعبة الإقليمية كلها، وفات مشروع كيسنجر لتهجير المسيحيين إنه بركي من قاعد الفلسطينيين ومندفنهم بلبنان ونخلص من موضوع المطالبة بحق العودة إلى ما هنالك من مواضيع. كانت معركة بين اللبنانيين بين بعضهم، يعني كانت قيادات بلبنانية، ما كانت مع نظام قائم ونظام فولاذي مثل النظام السوري. اليوم إذا بشار الأسد العلويين بدهم إياه أمير حرب وصارت صيغة فيدرالية، بيضل أمير حرب على العلويين ضمن يمكن مجلس رئاسي، ضمن صيغة فيدرالية بين العلويين والآخرين. بس إنه يستمر رئيس على دولة مثل ما هي كانت قائمة لحديت أذار 2011 مستحيل خيي، مستحيل، في دم كتير. إذن بانتظار 22 كانون لنشوف النتيجة إذا ما عقد جنيف لبداية البحث في المرحلة المقبلة. أكيد كانون 22 كانون تاني هو النقطة الفاصلة. 22 كانون تاني ممكن لا يكون نقطة فاصلة، يمكن يصير في تأجيل. ما هي بالنهاية بتكون فاصلة لإطالة أمد الأزمة. انطباعي أنه هناك تأجيل، سوف يتم هناك تأجيل، لأنه بعدها لم تثمر الاتصالات ما بين الأمريكيين والروس حول موضوع الملامح المرحلة المقبلة للمرحلة الانتقالية. شو هي الصيغة مع الرئيس الأسد بدون الرئيس لن الأسد؟ لن يذهبوا إلى جنيف إذا ما كانوا متفقين شو بده يصير بجنيف. جنيف رح تجي بس لا تعمل الأمبلاج مثل كل المؤتمرات، مثل كل المؤتمرات. شفت حاضر المؤتمرات وبتعرف. شكرا لك أستاذ علي حمادي، القيادي عضو الأمانة العامة في قوى 14 أذار والقيادي في تيار المستقبل والصحفي والكاتب السياسي. اليوم حكينا بثلاث أطر في النقاش السياسي، أكان قوى 14 أذار، أنت تيار المستقبل، وقراءة تحليلية للوضع. نتأمل فعلا إن شاء الله، نتأمل 2014 فعلا أن يكون تسود الحكمة لدى القيادات السياسية كلها فعلا، لأنه البلد حرام أنه ندمره بإيدنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا لك استاذ علي على هذه المشاركة. مشاهدينا موعد بيتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة بيروت. حتى ذلك الحين ميلاد مجيد وإلى اللقاء.